أهلا بكم أبنائي طلاب الصف السادس الابتدائي بمدارس دار الثقافة مع موعد جديد من دروس التجويد الوحدة الأولى الدرس الرابع تلاوة سورة صاد من الآية رقم 21 إلى الآية رقم 26. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. تمهيد: يتدرب الطلاب على نطق الكلمات الآتية نطقا صحيحا. نبأ الخصم إذ دخلوا ولا تشطط أكفلنيها وعزني في الخطاب فيضلك. لو قرأناها بالسكت على الأواخر الحروف لازم نسكن الحرف الأخير. أو نبأ الخصم إذ دخلوا ولا تشطط أكفلنيها وعزني في الخطاب فيضلك. يطلب الطلاب من المصحف سورة صاد من الآية 21 للآية 26. اقرأ الآية الأخيرة في الدرس 26 واستخرج منها حكمين من أحكام الميم الساكنة. طبعا احنا قلنا أحكام الميم الساكنة ثلاثة: إخفاء شفوي وإظهار شفوي وإدغام صغير. الحكم الأول الإخفاء الشفوي في قوله تعالى فاحكم بين ميم ساكنة وبعدها حرف الباء. الحكم الثاني إظهار شفوي في قوله تعالى لهم عذاب ميم ساكنة وبعدها حرف العين. كده يكون انتهينا من الدرس في هذه الوحدة، على موعد إن شاء الله في لقاء آخر بإذن الله تعالى.